إخواني وأخواتي في كل الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من مصر بلاد الطب والأطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. موعدنا المعتاد زي كل يوم جمعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة علشان نتكلم مع بعض عن أسرار الألم. بنفكركم بأن احنا بنتلقى اتصالاتكم على مدار الساعة، على مدار هذه الساعة، وبرضو بنتلقى اتصالاتكم وتساؤلاتكم على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، المركز المصري لعلاج الألم. صفحتنا على الفيسبوك المركز المصري لعلاج الألم. بنفكركم ان احنا بنتكلم ازاي بنقدر نعالج الام الانزلاق الغضروفي بدون جراحه، ازاي بنقدر نعالج الام التهاب عرق النسا، الام ضيق قناه النخاع الشوكي، كل دي حاجات بنعالجها بدون جراحه، ازاي بنقدر نتفادى جراحات تغيير مفصل الركبه، بنعالج ازاي الام تاكل مفصل الركبه وخشونة مفصل الركبة بدون جراحة، برضو مفاصل الكتف ومفاصل الفخذ ومفاصل الحوض الخلفية ازاي بنقدر نعالج هذه الالام بدون جراحة. بنتكلم برضو عن الام التليف العضلي اللي هو الم منتشر في الجسم كله، الام الصداع النصفي او التهاب الحزام الناري او التهاب العصب الخامس، كل دي حاجات بنتكلم عليها في برنامج أسرار الألم. بنفكركم طبعا انتوا عارفين ازاي ان احنا بنقدر نعالج هذه الألام بدون جراحة ببساطة عن طريق أدوية علاج التهابات الأعصاب، ودي مش مسكنات أو كورتيزون أو فيتامينات، أو عن طريق حقن جذور الأعصاب القطنية أو العنقية، وكذلك عن طريق التردد الحراري. بنفكركم إني أنا في خلال شهر شعبان المبارك أنا متنازل عن أتعابي في حالات التردد الحراري، يعني المريض بيحاسب المستشفى فقط. لو في أي مريض جديد برضو الناس اللي عملوا حقنة قبل كده، لو هنعمل لهم تردد حراري أنا متنازل عن أتعابي. لو في حد جديد هيعمل حقن مع تردد حراري انا برضو متنازل عن اتعابي، سواء في التردد الحراري لمفاصل الركبة او للعمود الفقري. برضو بنرد على تساؤلات اخواتنا العرب من المملكة العربية السعودية، الاردن، اليمن، السودان، ليبيا، كل دول كان عندنا مرضى في خلال هذا الأسبوع. استجابة للكلام اللي احنا قلناه ان مصر آمنة تماما، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش اي حاجة، هتفضل مصر بلد الأمن والأمان وما فيش اي مشكلة، اي حد يقدر يعني ما يتحملش آلام ويقدر ان هو يتزور معانا ويوصل القاهرة، لان في ناس كتير عايزة تيجي من الدول العربية قبل رمضان، فاحنا بنقول لهم اهلا وسهلا، مصر آمنة تماما. وبالفعل احنا كان عندنا ناس كتير جدا من الدول العربية، وكلهم لما يرجعوا بلادهم هيكونوا خير ممثل ان مصر ما زالت آمنة وهي بلد الأمن والأمان. هنبتدي نتكلم مع بعض. ما زالت التساؤلات كلها بتدور حوالين موضوع واحد، اللي عنده انزلاق غضروفي يعمل جراحة ولا لا. يعني احنا بقالنا في هذا البرنامج تقريبا 5 سنين، يعني ايه الواحد كل مدى بيفكر ان الكلام بقى مكرر والكلام معاد وان الناس كلها بقت عارفة امتى يعمل جراحة وامتى ما يعملش جراحة، لكن بنتفاجئ بناس لسه ما يعرفوش هذه المعلومات، وناس لسه بيسألوا نفس التساؤل، وكل واحد شايف ان حالته مختلفة، وكل واحد بيسأل اعمل عملية ولا لا، واللي عايز اللي هيغير مفصل الركبة يغير مفصل الركبة ولا لا. وفي ناس فاكرة ان احنا بنتكلم كطبيب جراحة عظام او دكتور جراحة مخ واعصاب. طبعا انا استاذ علاج الالم في القصر العيني او في جامعة القاهرة، فدي حاجات بتتعالج بدون جراحة، يعني احنا ما بنلجأش للجراحة. فما زالت الاسئلة اللي بتيجي كلها بتدور حوالين الموضوع ده، اعمل جراحة ولا ما اعملش جراحة، انا عندي انزلاق غضروفي اعمل جراحة ولا ما اعملش الجراحة. تمام، مهما شافوا البرنامج. وبعدين بتيجي تساؤلات، في ناس بتبعت رسائل على الفيسبوك فيقول طب انا عندي الرابعة والخامسة برضو ما اعملش جراحة، طب انا عندي الخامسة والاولى. ايا إن كان انت عندك غضاريف قطنية او غضاريف عنقية او غضروف في اي مكان، تعمل جراحة ولا ما تعملش جراحة؟ قلنا السؤال بسيط جدا واجابته بسيطة جدا. وبرضو ما زال في ناس كتير بتيجي العيادة على امل ان احنا هنعمل لها حقن او تردد حراري وما يعملش جراحة، لكن بقول له لا انت محتاج تعمل جراحة. تمام، طيب ايه هو يعني ايه المحك؟ دايما عندنا السر بتاعنا، وانا قاعد في البيت دلوقتي قبل ما اروح للدكتور محمد يسري العياده، قبل ما اجي مشوار كبير، عايز اعرف هو انا هتعالج عند الدكتور محمد يسري ولا مش هتعالج عنده؟ انا ينفع اجيله اتعالج عنده ولا اروح اعمل جراحه؟ اللي عنده سقوط في القدم
لازم يعمل جراحه، اللي عنده سقوط في القدم، لكن اللي عنده تنميل شكشكه حرقان كهرباء وجع يجي لي بقى، ده اللي هيجي وما يعملش اي جراحه، لكن سقوط القدم هو ده اللي لازم يعمل جراحه. معانا اتصال تليفوني وهنشرح بالتفصيل كل حاجه تاني. الو، طيب انقطع الاتصال التليفوني. طيب المريض يعرف ازاي وهو قاعد في البيت دلوقتي اذا كان يعمل عمليه غضروف ولا ما يعملش ويجي لي العياده؟ طيب لو انت بتقدر تشب على طراطيف صوابعك وتمشي خطوه او اتنين، حتى لو انت متالم وموجوع بشده، يبقى انت ممتاز، ما تعملش عمليه رغم ان عندي الم شديد يا دكتور، رغم ان عندك الم شديد. طيب نقف برضو على كعوب رجلينا ونمشي خطوتين ثلاثه، تمام. طب انا بمشي وانا متوجع اعمل عمليه يا دكتور؟ برضو انت ما تعملش جراحه. معانا اتصال. الو الو استاذ احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ احمد. دكتور اهلا وسهلا، اتفضل. انا دكتور تعبان من 17/3/2013. ايوه. انا جسمي ما فيش تعب فيه خالص غير شويه حرقان في رجليا من تحت. انا من اسيوط، انت عارف الدكاتره بتاعت اسيوط، ما خليتش الدكتور في اسيوط المره اللي فاتت. تمام. كل ما نروح لدكتور يقول لي عندك التهابات اعصاب، التهابات على الحبل الشوكي. طيب قول لدكتور العمليه، انا تعبت والله يا دكتور. طب انت بس فسر لي، هل في التهابات في الحبل الشوكي ولا التهابات اعصاب؟ ما هو ده مهم. دكتور رحت لها انا في مصر في العباسيه. جيت من الصعيد وجيت هنا مصر. ايوه. قال اعمل لي اشاعات انا رنيه. أيوة. انا معايا حوالي 8 اشاعات رنيه. ايوه. قال لك ايه؟ وديت له برضه قال لي التهابات اعصاب. ايوه، التهابات اعصاب بسبب غضروف ولا التهاب في النخاع الشوكي؟ اصل خد بالك، لو التهاب في النخاع الشوكي يبقى مش تبع تخصصي، لازم تروح لدكتور اعصاب، مش جراح مخ واعصاب، دكتور اعصاب. لكن لو الدكتور اللي كنت رحت له دكتور اعصاب وقال لي شهر تاخد العلاج ده، شهر الجنين ماشي على رجلك. انا ليه بالظبط مع الدكتور ده 20 يوم وبرضه مفيش تحسن، البول بيفرق. لكن مفيش غضروف ولا اي حاجه؟ ولا غضروف ولا مفيش تعب خالص في الجسم يا دكتور. طيب بص، يبقى حضرتك هو ده مش تخصصي، فممكن ان حضرتك فعلا تفضل مع تخصص الاعصاب، تمام، لان ده مفيش انزلاق غضروفي ومفيش حاجه زي كده، فاحنا لازم ان احنا نفرق ما بين التهاب النخاع الشوكي وده بيعالجه دكتور الاعصاب، ونفرق ما بين التهاب جذور الاعصاب اللي ناتج عن الغضروف، تمام. فاحنا دلوقتي يبقى ده لازم هيتعالج عند دكتور اعصاب. الناس اللي في الكنترول ممكن يغيروا الكاميرا يعني لو هم نسيوا او كده. فدلوقتي نقول ايه بقى؟ طيب اللي مين يعمل جراحه ومين ما يعملش جراحه الغضروف، يعني مين يعمل جراحه الغضروف ومين ما يعملش جراحه الغضروف. وانت قاعد في البيت دلوقتي لو تقدر تشب على طراطيف صوابعك، تمشي خطوتين ثلاثه وتقف على كعوب رجليك وتمشي خطوتين ثلاثة، حتى لو انت بتعمل كده وانت متألم بشدة، تمام، برضو ما تعملش عملية، ما تعملش اي جراحة. طب هنعمل ايه؟ هنعالج الالتهابات دي ازاي؟ طبعا التهاب النخاع الشوكي شخصيا اللي كان بيتكلم فيه الاستاذ احمد ده بيتعالج عند دكتور الاعصاب، لكن التهاب جذور الاعصاب اللي ناتج عن الغضروف هو ده اللي احنا بنعالجه ازاي بقى؟ اول حاجه بناخد علاج التهاب الاعصاب. طيب لو انا خدت علاج التهاب الاعصاب ده يا دكتور، يعني انا عندي غضروف ولامس العصب بتاعي عمل لي تنميل وشكشكه وحرقان وكهربا في رجلي، طيب ايه هو العلاج اللي انا ممكن اخده؟ والعلاج اللي انا ممكن اخده ده هيخففني ولا مش هيخففني؟ طبعا سؤال يخففني او ما يخففنيش دي بتاعت ربنا، لكن احنا عندنا احصائيات. ازاي بقى؟ لما بيجي المريض عنده ان الانزلاق الغضروفي لامس العرق النسا او العصب بتاع رجليه او العصب بتاع دراعه، بنكتب علاج التهاب الاعصاب. طب روشتة فيها علاجات، اصل الناس فاكره علاج التهاب الاعصاب ده دواء يعني اسمه علاج التهاب الاعصاب، لا، هي روشتة فيها مجموعه ادويه مع بعضيها بتكون خطه علاجيه نعالج بيها التهاب الاعصاب. طيب الادويه دي مسكنات؟ ابدا اوعى تاخد مسكنات. الادويه دي كورتيزون؟ ابدا اوعى تاخد كورتيزون. الادويه دي حقن فيتامين بي 12 ومش عارف نيوروبايون ومش عارف ايه والكلام ده، برضو ابدا ما تاخدش خالص حاجه زي كده. لو عايز تعرف برضو حاجه مهمه، الروشتة ما فيهاش حقن خالص. الروشتة ما فيهاش حقن خالص، لان في ناس بيقول لك طب ما تكتب لي حقن. الحقن دي يا اما مسكن
يا اما فيتامين ب يا اما كورتيزون، لكن علاج التهاب الاعصاب ما فيهوش حقن، ما فيهوش ادويه تتحقن. والناس بتفكر ان العلاج بيتعب المعده، يعني ايه اي علاج ياخده يقول لك اصل علاج العظم بيتعب المعده. طبعا علاج العظم ده هم قصدهم على المسكن، هو اللي بيتعب المعده. فيجي حد وهو بيكتب يقول لك ايه اوعى تكتب لي بلاش علاج، هو شايف ان اي علاج لا طبعا اي مسكن بيتعب المعده، حتى لو خدته حقن عضل، حتى لو خدته في الوريد هيتعب المعده، لكن العلاج اللي احنا بنكتبه ما بيتعبش المعده. تمام؟ طيب يبقى اول حاجه بنعملها علاج التهاب الاعصاب. يعني ايه؟ يعني مجموعه ادويه مش كورتيزون ومش مسكنات ومش فيتامينات بتعالج التهاب الاعصاب. طيب لو انا خدتها يا دكتور هرتاح ولا مش هرتاح؟ طبعا العلم عند ربنا، لكن اقدر اقول لك الاحصائيات نسبه نجاح العلاج ده الروشته دي 40% بيرتاحوا، يعني 40 مريض بيجي العياده لو 100 مريض عنده غضروف وكتبنا له الروشته اللي فيها ادويه طبعا تلائمه لالتهابات الاعصاب، المريض 40 مريض من ال 100 بيرتاحوا تماما وبيجوا في الاستشاره يقولوا متشكرين احنا ارتحنا، مش عايزين نعمل بقى اي خطوه ثانيه، مش عايزين نعمل حقن، مش عايزين نعمل تردد حراري. تمام؟ طيب ال 60% اللي ما ارتاحوش، ال 60 واحد من المية اللي ما ارتاحوش بنعمل لهم الخطوه اللي بعد كده اللي هي حقن جذور الاعصاب. طيب ايه هو حقن جذور الاعصاب؟ ايه الادويه اللي بتتحقن؟ هي كورتيزون ولا مش كورتيزون؟ هو مش عارف ايه؟ كل ده هنجاوب. طيب احنا هنعمل الحقن. اول حاجه عشان نعمل الحقن لازم نعمل تحاليل سيوله الدم عشان نطمن ان المريض ما بياخدش ادويه سيوله ولا حاجه، ندخل بالابره نعمل مشكله. تمام؟ طيب الحاجة التانية الحقن ده عبارة عن ايه؟ الحقن ده يعني هندخل عند في عصب ملتهب، في غضروف لامس العصب، عايز ادخل عند العصب ده من غير ما افتح بمشرط، عايز ادخل بإبرة رفيعة جدا، عايز ادخل بإبرة طرية جدا، عايز ادخل بإبرة ما تعورش العصب وما تلمسش النخاع الشوكي، يعني عايز ادخل اوصل جنب العصب ب 2-3 مللي ملمسوش وادي الدواء بتاعي واطلع من غير ما اعمل اي مشكله. طيب هو احنا هنعمل كده ازاي؟ طبعا هنعمل كده باجهزه اشاعه واجهزه حاجات وابر معينه، لازم الابره رفيعه طريه، احنا والناس وهي واحنا بنعمل لهم الحقن بنخلي قرايبهم يقفوا وراها ورا شباك ازاز كده يبقوا شايفيننا واحنا بنعمل الحقن، فهم شايفين الابره بيقول لك الله دي عامله زي، يعني حد قال لي ايه دي عامله زي الكنافه، يعني انت الابره عمال تعمل كده دي ما بتعورش ولا بتتعب ولا حاجه. طبعا دي ابر مخصوص احنا بنستخدمها علشان الحاجات ديت سواء للحقن او للتردد الحراري. طيب يبقى احنا كده اتفقنا ان حقن جذور الاعصاب يعني ندخل عند العصب ما نلمسوش ما نعوروش ما نقربش منه وما نقربش من النخاع الشوكي، شايف على الشاشه كل حاجه داخل لغايه لما يبقى المسافه بيني وبينه 2-3 سم في منطقه امان جدا، وندي الدواء بتاعنا عند العصب ونتوكل على الله نخرج وكان الله بالسر عليم والموضوع ينتهي. طيب الاسئله بقى اللي بتتسال، طب الايه الادويه اللي انت بتحقنها ايه يا دكتور؟ الادويه احنا بنحقن هياليز، بنحقن كيتامين، بنحقن مغنيسيوم. السؤال بقى في الاخر هو المريض بيسال السؤال ده هو كورتيزون ولا لا؟ طبعا انا لسه ناشر على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك ان حتى في امريكا خلاص بقى ممنوع انك تعمل ابيديورال كورتيزون، ما تحقنش الكورتيزون المعتاد اللي هو الديبروفوس والكيناكورت وال اسمهم ايه في السوق بقى، الكيناكورت والديبروفوس والديبومدرول والحاجات دي، قال لك بتعمل مشاكل كبيره جدا ما تعملوهاش. كان زمان، مش زمان ده من اسبوعين ثلاثه، يعني زمان ده يعني ما زال في مصر زمان، ده دكتور العظم، دكتور التخدير، دكتور جراحه المخ والاعصاب يقول للمريض ايه تعالى هديك حقنه في ظهرك وبعدين لو ما نفعتش نبقى نعمل عمليه. الحقنه في الظهر دي اللي هي الكورتيزون هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ما بقيناش نعمله الابيديورال دي ما بقيناش نعملها، لان مشكله الكورتيزون في المنطقه دي لو وصل للاوعيه الدمويه بتبقى مشكله كبيره جدا، فاحنا ما نديش كورتيزون. طب ايه بقى اللي احنا بنحقن؟ ايه بقى الادويه المسموح بيها وايه الكورتيزون المسموح بيه على جذور الاعصاب؟ هناخد اتصال تليفوني ونجاوب على السؤال ده. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا ستي. معايا بنت عندها 21 سنه فوقت مرتين كده على الزحلقه، وقت قاعده على حيلها فعمل عندها ضغط على الغضاريف. ايوه. الخامسه والرابعه. ايوه. فهي دلوقتي متجوزه وحامل. تمام. تعبانه جدا من ظهرها. اه.
طيب وعندها بصي، حرقان والفرنين فيه. طيب بصي انا هقول لك حاجه، علشان هي حامل فاحنا طبعا مش قادرين نعمل لها حاجه، لا قادرين نديها ادويه علشان ما توصلش للجنين، وفي نفس الوقت برضو مش هنعرف نعمل لها حقن، لان هي هتبقى نايمه على وشها وبنحط مخده كده تحت بطنها، هتبقى برضو مشكله بالنسبه للجنين. فالحاجه اللي احنا نقدر ان احنا نعملها لها ان هي تحاول ان وزنها ما تزيدش، تمام، وتفضل مرتاحه وتحط قربه سخنه على ظهرها وخلاص على كده. يعني تحط لها قربه سخنه على ظهرها وتفضل في السرير وما تاكلش كتير علشان وزنها ما يزيدش فما يحملش على ظهرها، لغايه لما تولد بالسلامه نبتدي نشوفها ونعمل لها رنين مغناطيسي. تمام؟ لكن القربه السخنه دي تعمل حاجه للحمل؟ القربه السخنه على الظهر ما تعملش مشكله. مش تعملش حاجه للحمل يعني؟ لا ده على ظهرها، لا لا لا، لكن ما نديش ادويه ولا نعمل حقن ولا حاجه. طب ما اجيبلهاش اي مرهم ولا اي حاجه؟ ممكن تدعكي لها اي مرهم بس بلاش المسكنات برضه. ماشي يا او دكتور، احسن ماشي. حاجه هاتي لها زيت كافور من عند العطار، يعني هاتي زيت كافور وايه ودفيه كده في معلقه ولا حاجه وادعكي لها ظهرها بيه، وبعد ما الجلد يشربه حطي لها قربه سخنه، واعملي لها الحكايه دي مرتين ثلاثه في اليوم ما يجراش حاجه. طيب يبقى احنا طبعا جاوبنا على السؤال اثناء فتره الحمل ما يفضلش طبعا ان احنا نعمل اي حاجه. طيب ايه الادويه اللي بتتحقن على جذور الاعصاب؟ تمام؟ وفي حاجه حديثه دلوقتي، لان في نوع كورتيزون اللي هو الكورتيزون المائي. الكورتيزون المائي ده نوع ممتاز جدا جدا جدا، مفيش منه اي ضرر، بالعكس ده هو مفيد لما يتحقن عند جذور الاعصاب وفي المفاصل وحوالين المفاصل. يبقى الكورتيزون المائي بنحقنه فين؟ عند جذور الاعصاب في المفاصل حوالين المفاصل. الكورتيزون المائي مش هو الدبروفوس والكيناكورت والكلام ده، مش هو اللي الناس بتستخدمه، عشان ممكن حد يسمعني ويتلاعب بالالفاظ. يعني في دكاتره بتسمع البرنامج دلوقتي، انتوا قاعدين بتسمعوا، في دكاتره بتسمع البرنامج عشان تاخد الكلام وتلفه وتقوله للمريض. لا، الكورتيزون المائي مش هو الدبروفوس ومش هو الكيناكورت ومش هو الديبومدرول، مش هو الكورتيزون المعكر ده اللي لونه ابيض. فلو الدكتور بعتك تشتري حقنه لقيتها معكره كده اوعى تشتريها، ده الكورتيزون المعتاد ممتد المفعول اللي بيضر. يبقى الكورتيزون المائي نقدر نحقنه فين؟ نحقنه عند جذور الاعصاب وفي المفاصل. طب اخده حقن عضلي يا دكتور؟ لا يا حبيبي، كده بقى مضر زي التاني بالظبط. طب اخده في الوريد؟ بقى مضر زي التاني بالظبط. اخده قراص؟ بقى مضر زي التاني بالظبط. انتوا فاهمين؟ عشان مش كل حاجه بتستخدم في كل حاجه. المريض او المشاهد اللي قاعد يتفرج على التلفزيون هو عايز كلمه ورد غطاء، يعني ايه؟ حلو ولا وحش؟ مفيش حاجه اسمها حلو ولا وحش. حلو لو اديته بالطريقه دي، وزي السم لو اديته بالطريقه دي. حلو ومفيد لو اديناه في المفاصل، تمام، وعند جذور الاعصاب، وزي السم الهاري لو اتاخد عضل او حقن. فما ينفعش انك تاخد كلمه حلو ولا وحش، حلو ولا وحش، ما ينفعش كده. كورتيزون حلو، كورتيزون وحش، كورتيزون لا، كورتيزون طبعا وحش بكل انواعه وفي كل حاجه اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه، لكن كورتيزون مائي حلو جدا ومفيد جدا في واحد اتنين. زي السم، شوفوا من حلو لزي السم، تمام. فما ينفعش ناخد المواضيع قفش، يعني ايه الكورتيزون حلو والكورتيزون وحش، الكورتيزون حلو، ما ينفعش ما ينفعش، لازم نفهم ونفكر. لو استخدمته بهذا الطريقه يبقى كويس، لو استخدمته بهذه الطريقه يبقى سيء جدا. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن حقن جذور الاعصاب. طب السؤال الثاني اللي بيتسال هو، انا لو خدت الحقن، انا طبعا بزعل قوي لما حد يقول لي انت بتحقن كورتيزون اللي هو الكورتيزون المعتاد، بزعل جدا، بحس انه شتمني يعني، تمام. طيب بيقعد قد ايه؟ بيقعد قد ايه دي يعني المريض بيلف السؤال. اللي بيقعد مده معينه ده الكورتيزون يا استاذ، واحنا قلنا ما بنستخدمش الكورتيزون المعتاد ده يا استاذ. اللي بيقعد 6 شهور ده الكورتيزون، فلما تسالني هو بيقعد قد ايه يبقى انت كانك بتقول لي انت بتحقن كورتيزون. لا، ما تسالنيش السؤال ده، لان هو بيعالج التهاب الاعصاب. لو خفيت، تمام، يبقى انت هتفضل خافف على طول، الا لو انت لعبت بديلك. طب احنا معانا اتصال ناخده وبعدين نتكلم بيقعد قد ايه ده، نتكلم في القصه دي ونسبه نجاحه قد ايه. الو؟ الو، ايوه استاذه منى. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. طيب الاتصال اتقطع. طيب يبقى احنا دلوقتي السؤال بقى، خلاص احنا بنحقن ايه؟ هياليز، كيتامين، وكورتيزون مائي ده مفيد جدا وماخدوش عضل ولا وريد. بيقعد قد ايه يا دكتور؟ لا بص يا حبيبي بقى،
حقن جذور الاعصاب نسبه نجاحه 60% 70%. يعني ايه؟ يعني لما يجي 100 مريض نعمل لهم حقن جذور اعصاب 70 واحد هيخفوا و30 مش هيخفوا. يقوم المريض يسالني سؤال برضو ما بحبوش، طب انا منين يعني انا حالتي خبرتك يا دكتور حالتي، وعايز قبل ما يعمل حاجه يبقى عارف نتيجتها، ودي ما نقدرش نعرفها، ما يعرفش الغيب الا ربنا. اقول له يا حبيبي انت ممكن تطلع من ال70 اللي هيرتاحوا وال30 اللي هم، او من ال30 اللي مش هيرتاحوا. يقوم لافف السؤال تاني، يعني يا دكتور بالنسبه لحالتي يعني انت لما شو يا حبيبي، ما هو انا لو عارف ان انت هترتاح اساسا على الحقن مش هديك علاج، احنا عمالين نجرب واحده واحده لان علم الغيب عند ربنا. يبقى احنا لما بنعمل الحقن نسبه النجاح 70%، يعني 100 مريض يعملوا حقن 70 واحد يرتاحوا 30 ما يرتاحوش. حضرتك يا مريض يلي قاعد قدامي انا ما اعرفش مسبقا انت من ال70 اللي هيرتاحوا ولا ال30 اللي مش هيرتاحوا، فما تقعدش تسال هذا السؤال الذي لا يسال فيه الا الله سبحانه وتعالى. تمام، انت ممكن تبقى من ال70 وممكن تبقى من ال30. طب كويس جدا، هيقعد قد ايه؟ السؤال الثاني بقى، لو انا خفيت طلعت من السبعين في المية هيقعد قد ايه؟ والله هيقعد طول ما انت محافظ على نفسك. احنا دلوقتي معتمدين ان احنا ادينا الحقن عشان نعالج التهاب العصب اللي في رجلك. طب العصب خف، الغضروف لسه قاعد، لسه قاعد قد ايه؟ والله هياخد له سنة، سنة ونص لغاية لما يتفتفت او يرد او يبعد عن العصب، قدامه سنة ونص. طب هو طول ما هو موجود جنب العصب مش هيحك في العصب ويعمل التهاب تاني؟ ما هو ده دورك ايها المريض، ما هو ده دورك انت. هو انت عايزني ابقى عامل الحاجة ومديك ضمان عليها؟ تمام، ده دورك بقى انك ما تحكش الغضروف في العصب لمدة سنة ونص. يجي السؤال التاني، يعني ما اعملش ايه؟ مفيش تعليمات ثابتة، اللي بيوجعك ما تعملوش، اللي بيريحك اعمله. طب انام على مخده ناشفه ولا طريه؟ نام على اللي انت عايزه، شوف ايه اللي بيريحك. طب امشي ولا ما امشيش؟ والله جرب تمشي ولو تعبت ما تمشيش. طيب معانا اتصال تليفوني عشان ما نعطلش الناس وبعدين نرجع نتكلم تاني. الو الو الو، ايوه دكتور محمد معايا؟ ايوه يا فندم معاكي على الهوا، اتفضلي. مع حضرتك الزهراء محمد احمد. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا معايا عمتي متابعة مع دكتور بتاع عظام، ورجلها وجعها خالص، يعني حرقان جامد قوي من رجلها من فوق لغاية تحت. تمام. وممكن ما تنامش الليل كله يعني. طيب ماشي. طب مش عمل لها رنين مغناطيسي وشخص الحاله وكده؟ الو، هو مش عامل لها رنين مغناطيسي عشان يشخص الحاله؟ لا لا يا دكتور. يعني امال هي بتتعالج ازاي؟ نعم، هي بتتعالج ازاي يعني؟ الدكتور هي بتاخد حقن. ايوه، هو بصي الدكتور لما المريض حقن في رجلها عشان خاطر حقن في رجلها. بصي لو هي عندها حرقان من اول الفخذ لغايه تحت لازم تعمل رنين، ولازم المريض يسال الدكتور قبل الدكتور لما يلاقي الدكتور بيكتب علاج يقول له قبل ما تكتب علاج يا دكتور قول لي انا عندي ايه، انت بتكتب علاج لايه؟ فهماني؟ لكن مش يروح رجلي بتوجعني خد العلاج ده. طب وافرض يا دكتور، ايوه، هي المادة بتاعت النخاع اللي في رجلها هي يعني خلاص يعني خلصت، فالرجل ربطت في بعضها يعني. انت بتتكلمي عن ركبتها ولا ان رجليها اي دنار من فوق لتحت؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ هي المشكلة اصلا في الركبة. ما هي الركبة لو فيها مشكلة ما بتسمعش في الفخذ ولا تحت. لا، ما هي خدت، هي بتاخد ثلاث حقن في رجلها الشمال وثلاث حقن في رجلها اليمين. طب ما هو اللي في رجلها يمين فهي رجلها اليمين. طب اسمعيني في التلفزيون عشان كده احنا بنتكلم كلام مش مظبوط. اسمعيني في التلفزيون. طيب بصوا يا جماعه، مفيش اي علاقه، مفيش، عشان دي كارثه قوميه بتحصل في كل شويه يجي لي عيان بالمنظر ده. وجع ظهرك ما بيسمعش في الركبه، وجع الركبه ما يسمعش في ظهرك. مفيش اي علاقه ما بين الركبه وظهرك. مفيش اي تاني، هقول 10 مرات، مفيش واحد يروح لدكتور يقول له ما هو ظهرك بيوجعك عامل مشكله في ركبك يبقى كذاب. تمام،
لكن لو حد عنده حرقان زي الانسه اللي بتتكلم او الاستاذه اللي بتتكلم، حرقان في الفخذ لغايه تحت، طب حرقان في الفخذ ايه علاقته بالركبه؟ ملوش علاقه. حرقان في الرجل من تحت ايه علاقته بالفخذ؟ ايه علاقته بالركبه؟ ملوش علاقه. ده عصب، اللي ملتهب من الفخذ لغايه تحت ده عصب. جاي منين؟ جاي من الظهر. مفيش مشكله ان الركبه كمان بتوجع، بس هي بتوجع، دي صدفه ان الركبه وجعت في نفس الوقت اللي فيه حرقان في العصب بتاع ظهرك. فما تربطش ظهرك بركبتك، ويا ريت الدكاتره تفهم العيانين. لو سمحت يا دكتور، لما تلاقي المريض فاهم غلط فهمه، مش هياخد منك دقيقتين ثلاثه زياده، فهمه. ما يبقاش المريض ماشي على عمامه هوش فاهم حاجه، فاكر ان هو لما ياخد حقن في ركبه الحرقان هيروح. الحرقان مش هيروح، لان ده عصب جاي من الظهر. ارجوكوا فهموا المرضى. احنا بنشوف في العيادات مهازل، بلاقي ناس فاهمه غلط وبتحاول تفهمنا انا غلط، يقول لي طب اسمع، زي ما هي بتقول لي افهم يا دكتور، ده النخاع خلص من 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 ركبتها. يعني هو المريض من كتر ما هو مقتنع بالكلام اللي مش مظبوط عايز يقنعني. يعني لما يجي يقول لي عندي حرقان في الفخذ بالرجل، التهاب في العصب بتاع الرجل، اقول له اعمل رنين، مش مقتنع. ده هي بتاخد حقن في ركبتها، طب انا يا سيدي اعمل رنين. ما هو تاني هو عايز يطلع، اقول ايه بس، عايز يطلع هبل الدكتور التاني عليا. تمام، يقوم يقول لك لا ما هو اصل النخاع خلص، ولا نخاع ولا كلام ده، ولا خلص ولا حاجه. طيب يبقى احنا دلوقتي العصب ملوش اي علاقه بالركبه، والركبه ملهاش دعوه بالظهر، والرقبه ملهاش دعوه بالظهر. لان في ناس تيجي تقول لك الوجع في رقبتي وطلع على فوق، تيجي تقول له ما ينفعش، يقول لك ما انا بقول لك بس طلع على فوق، تيجي تقول له ما ينفعش اسمعني ما بيسمعش. معنا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤال يا دكتور؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. ماشي، انا عندي بنتي عندها 11 سنه. ايوه. واقل حاجه يعني حتى لو قلت لها اي حاجه بسيطه تشيليها، لو شالت حتى 2 كيلو خضار ولا حاجه تقول لك ظهري ورجلي مش قادره امشي. طيب. طيب قبل ما اطول عليكي، لازم تروحي لدكتور عظم متخصص في الاطفال، مش انا، مش تبعي انا خالص. يبقى في دكاتره عظام متخصصه في الاطفال، 11 سنه سن صغير، مش تبعنا احنا، مش تبع تخصصنا. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا في حقن جذور الاعصاب. دلوقتي احنا عملنا حقن جذور الاعصاب يا دكتور، والوجع راح، هيقعد قد ايه رايح؟ طول ما انت محافظ عليه. احافظ عليه ازاي؟ كلمتين، مش تعليمات، مش ورقة تعليمات، كلمتين. اللي بيتعبك اقعد سنة ونص ما تعملوش. مرتبة بتتعبك ما نمشي عليها سنة ونص غيرها. كرسي بيتعبك ما اقعدش عليه. السلالم بتتعبك سنة ونص ما اطلعش غير على قد اللي ضهري يسمح لي بيه. تمام؟ هو ده الكلام. يبقى انا احافظ على نفسي سنة ونص. رجع لي عملت حاجة غلط هيرجع لي تاني. ممكن نعمل لك الحقن، انا قلت الكلام ده قبل كده، نعمل لك الحقن تطلع من ال 30% اللي مش هيرتاح. فتيجي تقول لي انا ما ارتحتش، اقول لك معلش قدر الله ما شاء فعل. لكن لو طلعت من ال 60% اللي هيرتاحوا ما ترجعليش بعد شهرين ثلاثه تقول لي اصل الوجع رجع لي، هو الحقن بيقعد قد ايه؟ لا، انت راجل بكاش وجاي تضحك عليا وترمي بلاك عليا، لان انت اللي عملت حاجه غلط ورجعت الايه الالم تاني. مفيش حاجه اسمها مده الحقن قد ايه، لو خفيت تحافظ عليه العمر كله، ما ترجعش تاني يعني. معانا اتصال تليفوني. الو، استاذ سمير. الو الو الو. ايوه يا فندم، اتفضلي اتفضلي. ايوه يا دكتور. ايوه، انا يا دكتور عندي رجليا من تحت مليانه ميه، حاسه انها مليانه ميه. يعني ايه رجليا؟ الصوابع كلها. لا، يبقى حضرتك تروحي لدكتور اوعيه دمويه. يعني رجليكي ورمه؟ كفوف رجليكي ورمه؟ لا لا، مش ورمه، انا احساسي كده ان عندي انت احساسك كده ان فيها ميه، او ان انت ماشيه على ميه. انا ميه. انت عندك السكر؟ لا، ما عنديش سكر. الرجلين الاثنين ولا رجل واحده؟ سكر يا دكتور. الرجلين الاثنين ولا رجل واحده؟ الاثنين. من اول فين لفين بقى؟ من اول رحت الاوعيه الدمويه ورحت المخ واعصاب. طيب يعني من اول اطراف يعني في مشكله في الضغط. في مشكله في الضغط، يبقى هي ورمه. لا، مفيش ورم. يعني الالتهاب ده بس احساس ان هي مليانه ميه. طب حاسه انها مليانه ميه ولا مليانه رمله؟
نعم ميه ولا رمله تقيله كده؟ لا حاسه انها مليانه ميه كده. طيب يبقى انت بصي حاجه من الاثنين، يبقى انت حضرتك تعملي رسم اعصاب. انت عملتي دوبلر وكل حاجه؟ اه يعني الاعصاب سليمه. يعني عملتي رسم اعصاب طلع الاعصاب سليمه؟ ايوه. اه وعملتي الدوبلر وطلع الشرايين والاورده سليمه؟ ايوه. قال لي ضعف في الاطراف الاطراف دي. اصل الوصف بتاعك ده بتاع التهاب اعصاب طرفيه. طب خدتي ادويه ايه؟ معلش نقول زي بعض، خدتي ادويه؟ باخد الليريكا. وما بيحسنكيش خالص؟ باخد الليريكا بس. ما بيحسنكيش؟ لا لا لا، احساس بسيط خالص قوي. طب بصي، في دواء اسمه سيمباتكس. سيمباتكس دواء اسمه سيمباتكس 60 مللي. ده خدي كبسوله قبل النوم، ده جربيه بس، جربيه كده شهر بس، لو ما تحسنتيش هتخشي تحت نطاق ان دي حاله نفسيه بقى. خلاص خدتي اسم الدواء؟ خدتي اسم الدواء؟ اه سيمباتكس 60 مللي. 60 مللي خدي كبسوله قبل النوم لمده شهر، والشهر الثاني خديه الصبح وبالليل. المفروض ان ده يعني لو التهاب في الاعصاب تخفي خالص. لو ما ارتحتيش ممكن تبقى دي حاله نفسيه بقى، يعني 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 احساس غير حقيقي يعني. طيب يبقى احنا كده اتفقنا، حقن جذور الاعصاب. ممكن حضرتك تطلع من السبعين اللي هيرتاحوا، ممكن تطلع من الثلاثين اللي مش هيرتاحوا. نخش بقى عشان الوقت بيجري بينا، نخش على، طب لو انا طلعت يا دكتور من الناس اللي مرتاحوش، نعمل تردد حراري. تردد حراري نسبة النجاح بترتفع الى 90%. يعني لو عملنا حقن مع تردد حراري، او عملنا التردد الحراري وكنا عاملين حقن قبل كده، نسبة النجاح بترتفع الى 90%. ما تفرحوش قوي، 90% يعني 90 مريض يرتاحوا، 10 ما يرتاحوش. تمام؟ حضرتك ممكن تبقى من 90 او من 10. تمام؟ ليه بقول ما تفرحوش؟ لان المريض بيقوم قافش في الكلمة، تمام، ويجي يقول لك انت قلت 90% من الالم هيروح، انا 90% من الالم ما راحش، هم راحوا 85 بس. فالناس معاملتها سيئه وصعبه جدا جدا جدا، فلازم الواحد يبقى حذر فعلا بالتعامل مع الناس. 90% نسبه نجاح الحقن مع التردد الحراري او التردد الحراري، يعني 90 مريض يرتاحوا، 10 ما يرتاحوش. حضرتك ممكن تبقى في ال 90 وممكن تبقى في ال 10، ده ملوش علاقه بالدكتور، والدكتور ما يبقاش عارف قبليها. ما تسألش هو أنا هبقى فين؟ لأن ده سؤال تسأله لربنا سبحانه وتعالى. معانا اتصال تليفوني. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، اتفضل. لو سمحت، أنا كنت كلمت حضرتك من فترة حوالي 6 شهور كده، أنا عندي إغلاق في الرابعة والخامسة في العمود الفقري. أيوه. وبعدين عملت تمارين علاج طبيعي كتير جدا، ودلوقتي بقى في ألم في أسفل القدم من تحت وفي المؤخره كده، ما بقدرش اعمل اكتر. طب ثانيه واحده، انت حضرتك لما كلمتني من 6 شهور قلت لي ان في وجع في ظهرك نازل على رجلك؟ لا، ما كانش فيه وجع نازل على رجلي. اه، كان في ظهرك بس. تمام، كان في ظهري بس. تمام. طيب، ودهنت سلفاكس وقعت ميه سخنه وكل الحاجات دي. وما ارتحتش خالص؟ لا، كنت برتاح على فترات طبعا. تمام. بس عشان اللايف ستايل والشغل وكده، استمر الالم بقى لحد ان هو بيوصل دلوقتي ان اسفل القدم زي ما يكون فيه مسمار كده دايس عليها. يعني هو الالم بقى بيسمع في الفخذ والسمانه ولا ظهرك وكل ده سليم والادم بس؟ لا، ظهري والمؤخره واسفل القدم، انما الفخ كلها سليم. لا، يبقى غالبا في حاجه في رجلك مش من ظهرك. ما انا عملت رنينه تاني. ما دام الوجع مش ممتد من ظهرك لغاية الفخذ ونازل على تحت، فهو بالصدفة في حاجة في رجلك مع ظهرك تاني، ما ده اللي احنا بنقوله. طب يعني خلينا نقول ان المشكلة اصلا في الظهر، لان في الم برضه في الحركة. خلاص، انت لو خدت العلاج ده وما ارتحتش هنعمل حقن، ولو ما ارتحتش على الحقن هنعمل تردد حراري بس. اه، يعني حضرتك تقول ان انا ناخد العلاج اللي حضرتك بتقول عليه. اه، انت خدت العلاج اللي انا قلت لك عليه من 6 شهور. تمام. لو انا ما خدتش علاج خالص، انا خدت ادويه من اللي هي المسكنات حضرتك بتقول عليها في اول الحلقه، اللي هي انا قلت خالص. لا لا، انا ما بقولش على مسكنات. مش انت قلت خدت سولفاكس؟ اه، مش انا اللي قلت لك؟ ايوه بالظبط. طب خلاص، يبقى ده مش مسكنات. ما هو ده مش مسكنات بفعل. طيب امال يعني انت بتلخبط الناس دي، تقول لي المسكنات اللي انت قلت عليها، انا ما بقولش على مسكنات. تمام.
فانت دلوقتي لو انت ما ارتحتش على دوت يبقى نشوف الرنين ونعمل حقن بقى او حقن مع تردد حراري. تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي الكلام بتاعنا ان احنا لو ما ارتحناش هنعمل تردد حراري. طيب ايه التردد الحراري؟ بيعالج الاعصاب، بيقعد قد ايه طول ما انت محافظ عليه؟ هخف ولا لا يا دكتور؟ ربنا هو اللي يعرف. طب لو ما خفتش هيحصل ايه؟ هتخف كمان 3 4 اشهر. يعني انت لو من 10% احنا عندنا بعد شهر 90% او 90 مريض بيكون ارتاح الحمد لله. تمام. في 10 مرضى من كل 100 التحسن بيتاخر، مش بيفشل تماما يعني، التحسن بيتاخر يقعد 3 4 شهور مثلا ولا حاجه وبعدين بيبقى كويس. طيب عايزين ننقل على الركبه لان باقي 5 دقائق. الركبه لما بيكون في تاكل ما بنفضلش ان احنا نعمل مفصل الركبه. احنا هنوقف طبعا التليفونات دلوقتي يا جماعه. مفصل الركبه الاول لما بيكون في تاكل ما ينفعش ندخل على طول في تغيير مفصل الركبه، لان مفصل الركبه الصناعي لو فشل الالم بيزيد اكتر من الاول. طب ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحقن ماده الهاليورونيك جوه مفصل الركبه. طب ماده الهاليورونيك دي هي الركبه عظمتين وشويه ميه، حطينا الميه بقت الدنيا كويسه؟ لا برضو، حقن الماده اللزجه في الركبه او حقن الهاليورونيك في الركبه ممتاز ممتاز كويس جديد حديث فظيع قوي، لكن نسبه نجاحه 50%، يعني 50 مريض بيرتاح و50 ما بيرتاحش. طب لو انا عملته يا دكتور هرتاح ولا مش هرتاح؟ قلنا ما نسالش السؤال ده، انا ما اعرفش. تمام. لو حضرتك من الناس اللي ارتاحوا على حقن مفصل الركبه بالهاليورونيك هنعملها كل 6 شهور. لو حضرتك ما ارتحتش عليه مش هنعمله تاني، هندخل في التردد الحراري اللي بيعالج التهابات مفصل الركبه. تمام. ممكن نحقن كيتامين، ممكن نحقن ممكن نحقن الكورتيزون المائي، نرجع تاني ممكن نحقن الكورتيزون المائي. تمام. لكن ما نحقنش الكورتيزون المعتاد، ومحدش ياخد الكلمه من على بقه ويقول الكورتيزون حلو. لا مش حلو، انا بتكلم على المائي، هو ده اللي يتحقن وبيعالج الالتهاب. طب ينفع اخده حقن يا دكتور؟ يبقى مضر، يبقى سم هاري زي الاول زي ما احنا اتكلمنا في الكلام دوت. طيب لو ما ارتحناش بنعمل تردد حراري. طب ما كويس قوي. طب ما نعمل تردد حراري، ما هو التردد الحراري بينجح في نسبه 70%، يعني 70 مريض من كل 100. تمام. لو انت تعبان قوي نعمل لك الحقن مع التردد الحراري، نعمل الاثنين مع بعض. تمام. وزي ما انا قلت انا في شهر شعبان متنازل عن اتعابي في حالات التردد الحراري لغايه اخر شهر شعبان. كل سنه وانتم طيبين. في حالات التردد الحراري بس، لان في ناس بتتكلم في العياده بيقولوا ايه انتوا بتقولوا مجانا. طبعا ما فيش كلمه مجانا، لان في مستشفى، روح للمستشفى هي كمان ما تاخدش فلوس لكن انا مش هاخد فلوس. لكن انت لما تروح المستشفى اتصرف مع المستشفى، لكن ما تقولش الدكتور محمد تكذب على لساني، ده كده غلط وما يصحش. يعني انك تقول انه قال مجانا، طبعا مفيش حاجه اسمها كده، انا اللي مجانا، انا مش هاخد فلوس، لكن لو في مستشفى ولا حاجه لازم هتاخد فلوس. طيب يبقى احنا كده لو عملنا حقن الماده اللزجه في الركبه ده نسبه نجاحه 50%، 50 مريض يرتاح 50 مريض ما يرتاحش. لو عملنا الحقن مع التردد الحراري الاثنين مع بعض النسبه بترتفع الى 70%، يعني 70 مريض يرتاح 30 ما يرتاحوش. وانا ما اعرفش من قبليها حضرتك من ال 70 اللي هيرتاحوا ولا من ال 30 اللي مش هيرتاحوا، دي حاجه بتاعت ربنا ما نعرفهاش. تمام. اهم حاجه انك لما ترتاح يا ريت تحافظ على نفسك، اهم حاجه يا ريت تحافظ على نفسك. لما ربنا يمن عليك بالشفاء ما تنساش، ما تتفرعنش، ما تقومش تمشي، ما تطلعش سلالم. تمام. وبعدين في نفس الوقت انا صريح وبتكلم بصراحه، لما اقول لحد عملنا حقن وتردد حراري بقى ما تمشيش كتير وما تطلعش سلالم وكده، يقول لك ده الدكتور ده مش كده، انا هروح بقى للدكتور الحلو اللي بيقول لي ايه، انا هعمل لك عمليه الغضروف وتقوم تجري. ما في دكتور حلو طبعا، انا الوحش. في الدكتور الحلو اللي بيقول هعمل لك عمليه الغضروف وتقوم تجري، وفي الدكتور الحلو التاني بيقول لك هغير لك مفصل الركبه وتقوم تجري. تمام. دول الدكاتره الحلوين. هي بقى المشكله في ايه؟ ان هو لو حضرتك عملت العملية وده ما حصلش بتبقى صدمة كبيرة جدا. فالصراحة كويسة ولازم نراعي القصة دي. انا باختصار كده انا المعلومات اللي احنا قلناها المرة دي اني انا متنازل عن اتعابي في حالات التردد الحراري سواء للظهر او للركبة. تمام. لغاية شهر اخر شهر شعبان لما بنعمل حقن مع تردد حراري نسبة النجاح في الظهر بترتفع الى 90%، بترتفع في الركبة الى 70%. اتكلمنا عن الكورتيزون المائي وقلنا ان هو مفيد جدا في المفاصل وحوالين المفاصل وعلى جذور الاعصاب، لكن اوعى تاخده وما اسمهاش الكورتيزون حلو. تمام. عشان نبقى احنا خلصنا ضميرنا. معادنا الجمعة الجاية 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.